مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أحبابي طلاب الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معا بإذن الله تعالى مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات ومتطابقات كثيرات الحدود، معا مع مفهوم متطابقات كثيرات الحدود. في نهاية الدرس بإذن الله تعالى تستطيع استعمال متطابقات الحدود الخاصة لضرب كثيرات الحدود أو تحليلها إلى عواملها. مفهوم متطابقات كثيرات الحدود: العبارة الرياضية التي تساوي بين كثيرتي حدود تكون متطابقة إذا كان بالإمكان تحويل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر باستعمال العمليات الحسابية. تعالوا مع بعض نشوف أمثلة على متطابقات كثيرات الحدود الخاصة، وهذه المتطابقات موجودة في صفحة 109 بالكتاب المدرسي. هذه المتطابقات كثيرات الحدود الخاصة يا شباب في غاية الأهمية، يعني لو ما عرفتهاش معرفة كبيرة مش هتستطيع أن تتعامل مع التمارين والمسائل في هذا الدرس. أول متطابقة كثيرة حدود خاصة هي متطابقة الفرق بين مربعين. لما يكون عندي A تربيع ناقص B تربيع، دي بسمها فرق بين مربعين، على اعتبار أن الـ A تربيع والـ B تربيع دي كميات مربعة عليها باور 2 يا شباب، وده ناقص يعني فرق. دي لما بتحللها بفتح قوسين، قوس بالموجب وقوس بالسالب، الـ A تربيع بحط هنا A وهنا A، والـ B تربيع B وB، دي بسمها متطابقة الفرق بين مربعين. عندنا متطابقة ثانية هي متطابقة مربع مجموع حدين اللي هو القوس يا شباب وعليه باور 2 زي ما انتم شايفين كده. ده عبارة عن ايه؟ ده قاعدته معروفة يا شباب، قاعدته معروفة عبارة عن ايه؟ اولا الاشارات عشان ما تخربطش، فاشارة الحد اللي في النص ده دائما مثل اشارة القوس ده. خلي بالك في مربع مجموع حدين، وفي ممكن احط لك بعض المسائل مربع فرق بين حدين، يعني ايه ناقص بي ذا باور 2، تمام؟ يبقى ده عبارة عن A تربيع. الإشارة دي يا شباب دايما بتتبع الإشارة دي يا شباب، إشارة القوس، والإشارة الأخيرة دي دائما موجبة. بعد كده بقول المربع الأول يبقى A تربيع زائد أو ناقص اللي هي الإشارة دي على حسب إشارة القوس لو كان مجموع حدين أو طرح حدين. ما ايه بقى 2AB، كانك بتضرب الاثنين ديت اللي هي الباور دي كده في الاي في البي، زائد دايما مربع الحد الثاني، دي بسمها مربع مجموع حدين. وعندنا مجموع مكعبين اللي هو A تكعيب زائد B تكعيب، ده على طول بفتح قوس صغير وقوس كبير. الإشارات بقى يا شباب أول برضو ما هتعامل، هتعامل مع الإشارات. شوف كده يا شباب الإشارة دي موجبة، يبقى إشارة القوس دائما موجبة مثل هذه الإشارة. إذا كانت دي سالبة حط هنا سالب، وإذا كانت دي موجبة حط دي موجبة. طب وإشارة الحد الأخير دائما موجبة. طب واللي في النص ده يا شباب دائما عكس إشارة القوس. خلاص شباب، يبقى كمان مره بالنسبه لمجموع مكعبين او فرق مكعبين نفس الشيء، بعمل ايه بقى؟ بفتح قوس صغير وقوس كبير، تمام؟ اشاره القوس الصغير دائما تتبع اشاره الايه الحد اللي انا واقف عليه، ما بين الحد اللي انا واقف عليهم دول يا شباب، يعني لو دي زائد احط هنا زائد، لو ناقص احط هنا ناقص. طب الاشارات جوه القوس يا استاذ ايش بيها؟ اشاره الحد الاخير دائما موجبه، وإشارة اللي في النص ديت عكس إشارة الايه القوس. بعد كده الاي تكعيب باخد جذر تكعيبي ايه وربعها في الكبير في اوله اي تربيع، البي تكعيب اخد جذر تكعيبي بي وربعها في نهاية الكبير بي تربيع، واللي في النص ده بعمل ايه؟ بضرب دول في بعض يا شباب اي زائد بي. عندنا الفرق مكعبين نفس الشيء تماما، تعال شوف كده، فتحنا قوس صغير قوس كبير، شوف كده إشارة القوس الصغير مثل إشارة الايه اللي بين الحدين عندك، إشارة الكبير القوس الكبير اللي في النهاية دي موجبة دائما، وديت يا شباب
عكس دي تماما، لو دي سالب يبقى دي موجب. نفس الشيء بقى الاي تكعيب اخد اي، وبي تكعيب اخد جذريات تكعيب بي، هنا بقى بربع الاي اخليها اي تربيع، وربع البي تبقى بي تربيع، واضرب الاي في البي اللي هو يديني الحد الاي الاوسط. هذه متطابقات كثيرات الحدود خاصه تستخدم في حل الاي المسائل، يعني لازم اكون عارفها كويس جدا. بجيب الدفتر الخاص بتاعي واسجل مثل هذه المتطابقات عشان هستعين بيها باذن الله تعالى في حل بعض الاي التمارين زي ما هنشوف مع بعض يا شباب. تعالوا مع بعض نشوف السؤال الأول، وده عندك استعمل متطابقات الحدود الخاصة لضرب كثيرات الحدود أو تحليلها إلى عواملها. ممكن السؤال يجي لك بالصيغة دي كده، يقول لك استعمل متطابقة الحدود الخاصة، أو ممكن يقول لك إيه استعمل متطابقة الفرق بين مربعين، على اعتبار دي يا أستاذ كميات مربعة. يبقى السؤال ممكن يتحط لك في الامتحان بصيغتين، استعمل متطابقات الحدود الخاصة لضرب كثيرات الحدود أو تحليلها إلى عواملها. طبعا دي واضح إنها هتتحلل لعواملها. طب هي دي عبارة عن إيه؟ فعلا دي كميات مربعة وبناء إشارة ناقص. واحد قال لي يا أستاذ ليه إشارة ناقص دي كميات مربعة؟ لأن ال 25 5 في 5، والإكس تربيع إكس في إكس، تمام، وال 36 6 في 6، والواي تربيع واي ضرب واي، صح ولا لا؟ يبقى دي كمية مربعة. يبقى أنت في الحالة دي هتستخدم أيوه الفرق بين مربعين. يبقى بتعمل إيه؟ بنزل أهو يا شباب، يبقى 25 اكس تربيع هنفتح قوسين، صح ولا لا؟ كاني بتعامل مع الايه؟ مع هذه كثيرة الحدود الخاصة اللي هي الفرق بين مربعين، بفتح قوسين اهوت 5 اكس، وقوس بالموجب وقوس بالسالب، اخلي ده بالسالب وده بالموجب ما عندناش مشكلة. 5 اكس تربيع 25 اكس تربيع، حط هنا 5 اكس وهنا 5 اكس، 36 واي تربيع، يبقى هنا 6 واي وهنا 6 واي. يبقى انا كده فعلا استخدمت متطابقة الحدود الخاصة لتحليلها إلى عواملها. وزي ما قلت لك ممكن السؤال يجيك في الامتحان بصورة ثانية يقول لك استخدم متطابقة الفرق بين مربعين لتحليلها تحليل هذه إلى إيه؟ إلى عواملها. طب تعالوا مع بعض نشوف السؤال الثاني. استعمل متطابقة الحدود الخاصة لضرب كثيرات الحدود أو تحليلها إلى عواملها. إيه رأيك في دي بقى؟ تمام، 3 إكس زائد 4 واي الكل ذا باور 2، صح ولا لا؟ واضح إنها عبارة عن إيه؟ واضح إنها عبارة عن مربع مجموع حدين. يبقى أنا لازم أكون عارف القاعدة بتاعت مربع مجموع حدين. وزي ما قلت لك ممكن أغير صيغة السؤال، يقول لك إيه؟ استخدم كثيرة الحدود اللي هي بقى مربع مجموع حدين لتبسيط هذا الايه المقدار. تمام، تعالى كده نشوف اهو. يبقى دي مربع مجموع حدين قلنا عباره عن ايه؟ اي زائد بي الكل ذا باور 2 عباره عن اي تربيع زائد 2 اي بي زائد بي تربيع المربع الاول زائد 2 الاول في الثاني زائد مربع الثاني. قلت لك الاشاره دي دائما ثابته، زائد دي بس اللي بتتغير على حسب الاشاره دي. طب تعال نطبق كده اهو. يبقى 3 اكس زائد 4 واي تربيع يساوي، قلنا فين الاول؟ ده بعتبره الاول وده الثاني، ممكن تحفظها كده. مربع الاول، تعال ربع الاول اهو. يبقى 3 اكس تربيع زائد 2 الاول في الثاني. يبقى الاثنين دي منين؟ الاثنين دي من القانون عندك اهي، من كثيرة الحدود اللي هي الايه؟ مربع مجموع حدين. الاثنين دي ثابتة اهي، مين في مين؟ الأول في الثاني، يعني 3 إكس في 4 واي زائد ها مربع الثاني اللي هو 4 واي تربيع. بعد كده أبدأ أبسطها بقى، مربع الثلاثة يصير 9 إكس تربيع، أضرب دول بعض 2 في 3 ب 6 في 4 يدينا 24 إكس واي زائد 4 مربعها 16، والواي بتنزل واي تربيع. يبقى أنا كده استخدمت مربع مجموع حدين عشان أضع هذه في أبسط ايه؟ في أبسط صورة. تمام؟ طب تعال نشوف واحدة كمان يا شباب، ايه رأيكم في دي بقى؟ استعمل متطابقات الحدود الخاصة لضرب، اه واضح ان دي كمية مكعبة. ليه كمية مكعبة؟ لأن شوف كده فرق بين مكعبين عبارة عن ايه؟ A تكعيب ناقص B تكعيب، اهو كمية مكعبة ودي كمية مكعبة. ليه كمية مكعبة؟ لأن الثمانية عبارة عن ايه؟ 2 2 في 2 في 2، صح ولا لا؟ والام تكعيب ام في ام في ام، يعني 8 ام تكعيب ده عباره عن ايه؟ 2 ام ضرب 2 ام ضرب 2 ام، ثلاث مرات اهو، يبقى اصبحت كميه مكعبه. طب وال 27 ده ايضا كميه مكعبه، ايش دراك يا استاذ؟ لانها عباره عن 3 في 3 في 3، صح ولا لا؟ يبقى انت هتستخدم الفرق بين مكعبين. وزي ما قلت لك وما زلت بكرر، ممكن في الامتحان اقول لك ايه؟ استخدم كثيره الحدود فرق بين مكعبين ها
ليه؟ لتحليل هذا المقدار إلى عوامله، صح ولا لا؟ تعال نبدأ نحلل، 8 إكس تقريب ناقص 27، نعمل إيه بقى؟ أهو بفتح قوس صغير وقوس كبير، شوف القاعدة بتقول إيه بقى؟ بفتح إيه؟ قوس صغير، يبقى تحليل فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين، أفتح قوس صغير وقوس كبير، عشان ما أخربطش الشغل بتاع شباب. دائما إشارة القوس الصغير مثل إشارة الإيه؟ المقدار اللي عندك، أهو سالب يبقى حط سالب، لا موجب يبقى موجب. القوس الكبير ده دائما الإشارة الأخيرة اللي فيها شباب موجبة، يعني أستاذ الإشارة دي تتبع إشارة المسألة بتاعتك، تمام؟ طب واللي في النص دي يا شباب عكس الإشارة دي، خلاص يبقى موجبة، خلاص يا عمي، يعني لو هنا موجبة حصر هنا سالبة، ولو هنا سالبة موجبة. تعال نعمل إيه بقى؟ بآخد الجذر التكعيبي لل 8 إم تكعيب، ما أنتش عارف الجذر التكعيبي لل 8، اعمله بالحاسبة، الجذر التكعيبي لل 8 هيطلع معاك 2، والإم تكعيب تطلع معانا 2 إم، وبعد كده أعمل إيه؟ أربحها في بداية الكبير، يبقى 2 إم الكل ذا باور 2، صح ولا لا؟ زي ما عملت مع ال 8 إم تكعيب هعمل مع ال 27، ها جذرها التكعيبي كام؟ 3. طيب ليه؟ لانها عباره عن 3 في 3 في 3، لو ضربتهم مع بعض كده يديك 27، ما انتش عارف استخدم الحاسبه، جذر تكعيبي. طيب وبعدين يا استاذ اربحها في نهايه الكبير، يعني 3 تربيع. طب واللي في النص؟ هتضرب ده في ده، والاشاره خلاص مالكش علاقه بقى اطلاقا، انت حطيت اشاراتك هو من الاول، يبقى هضرب 2 ام في 3. الخطوه الاخيره بقى خلاص القوس الاولاني ينزل طبعا زي ما هو شباب، يبقى 2 ام ناقص 3، وده ابدا اربع بقى، مربع الاثنين صار اربعه، ومربع الام ام تربيع اهو، يبقى القوس الاولاني ماليش علاقه بيه، مربع الاثنين صارت اربعه، ومربع الام ام تربيع، اضرب 2 في 3 ب 6 ام، زائد مربع الثلاثه، يعني 3 في 3 يديني كام؟ 9. اذا المقدار ده حللته انا بطريقه الفرق بين مكعبين. طب تعال نشوف السؤال الرابع، وده عندك مثال 2 ايه صفحة 110، كيف يمكنك استعمال متطابقات كثيرات الحدود لضرب المقادير؟ اهو نفس الشيء خلاص، هو الكلام بيعيد نفسه يا شباب، يبقى انت الحين دي عباره عن ايه؟ عباره عن مربع الايه؟ ها مجموع او مربع مجموع حدين، صح ولا لا؟ يبقى لازم اكون عارف القاعده بتاعته، اهو مربع مجموع حدين اللي هو عباره عن ايه؟ قلنا يا شباب مربع الاول زائد او ناقص على حسب الاشاره، على حسب الاشاره اللي عندك ده يا شباب، 2 الاول في الثاني، يلا بينا نطبق، او يساوي ها ادي مربع الاول، على اعتبار ده كده عباره عن الاول، وده عباره عن ايه؟ عن الثاني. جبت الكلام ده منين؟ من القاعده بتقول كده، مربع الاول زائد 2 ثابته الاول في الثاني زائد مربع الثاني، يعني يا استاذ احفظها معاك كده، مربع مجموع حدين بيساوي مربع الاول زائد او ناقص 2 الاول في الثاني زائد مربع الثاني، خلاص ادي مربع الاول، زي ما ربحت الاول هتبعد كده في الاخير وتقول مربع الثاني اهو زائد مربع الثاني، وبعدين اللي في النص عباره عن 2 الاول في الثاني زائد اهو، لان الاشاره هنا موجبه، لو هنا ناقص احط 2 الاول في الثاني. بعد كده ابدا ابسط مسالته بقى، اتخلص ازاي؟ اربع الاثنين للحله، يعني 2 تنضرب في نفسها مرتين على حسب عدد مرات الاس، يبقى 2 في 2 ب 4، ودول اسين فوق بعض ينضربوا ببعض يديني اكس اس 4 اهي. نمسك هنا بقى 2 في 2 يدينا 4، اكس ذا باور 2 ودي واي ذا باور 3، يبقى فعلا يا استاذ هيديك اكس تربيع واي تكعيب، زائد لما ربع دي بخلي بالك قسم فوق بعض ينضربوا ببعض، يعني 3 في 2 يعطيني 6، يبقى فعلا دي طلعت معانا في ابسط اي صوره، اذا المقدار ده بيساوي 4 اكس ذا باور 4 زائد 4 اكس تربيع واي تكعيب زائد واي اس 6. طبعا الخطوه الاخيره دي لو ما كتبناهاش واكتفينا بدي يا شباب ما عندناش اي مشكله. تعالوا نشوف مع بعض السؤال الخامس اللي هو حاول ان تحل ايه؟ 2 ايه؟ صفحه 111 اهو، شوف كده معايا، كيف يمكنك استعمال متطابقات كثيرات الحدود لضرب المقدار ده؟ واضح ان ده شوف كده القوسين شبه بعض، كويس جدا، بس ده بالموجب وده بالسالب، صح كلامك؟ ده 3 اكس تربيع وهنا 3 اكس تربيع، 5 واي تكعيب وهنا 5 واي تكعيب، قال لك كان دي يا استاذ عباره عن ايه؟ فعلا عباره عن فرق بين ايه؟ مربعين اهي، يبقى عباره عن ايه؟ احط ناقص وربع الاول ناقص مربع الثاني، يبقى دي عباره عن فرق، ولذلك انا حطيت ناقص شباب هنا، فرق بين مربعين، مربع الاول يعني 3 اكس تربيع الكل ذا باور 2، الثاني 5 واي تكعيب الكل ذا باور 2. بعد كده ابدا ابسطها بقى، اربع الثلاثه هتعامل مع القوس ده، يعني 3 تربيع يعني تنضرب في نفسها مرتين، ودول قسين فوق بعض بضربهم في بعض يديني ايه الاول؟ 9 اكس اس 4 ناقص اربع الخمسه على ان هنا تربيع، يعني 5 في 5 يديني 25، ودول قسين فوق بعض ينضربوا في بعض، 3 في 2 يديني 6، يبقى انا كده استعملت متطابقه كثيره
ذات الحدود لضرب هذا المقدار. طب تعالوا مع بعض نشوف السؤال السادس، وده حاول أن تحل 2B صفحة 111. 12 زائد 15 الكل ضبورته، ايه رايك في دي يا شباب؟ ها واحد يقول له استاذ خلاص انا بالآلة الحاسبة واجيبها، اقول له طبعا لا، انت لازم ترتبط عارف لو عملتها بالحاسبة في التصحيح يحاسبك عليه على الدرجة الايه، على الناتج النهائي فقط، انما هنا بيقول لك استعمل متطابقات كثيرات الحدود لضرب المقدار ده. واضح ان ده عبارة عن ايه؟ تمام، مربع حد ايه، مربع مجموع حدين اللي هو عباره عن ايه، فعلا مربع مجموع حدين اللي هو عباره عن مربع الاول زائد 2 الاول في الثاني زائد مربع الثاني، يبقى مربع الاول 12 تربيع زائد الاثنين دي منين، دي بتاعه القانون الاول في الثاني زائد مربع الثاني 15 تربيع، وابدا اجيب ده بقى. ممكن انا بقى من هنا اخلص على طول بالاله الحاسبه، ممكن اطلع 12 تربيع لحاله واضرب ده لحاله واضرب ده لحاله، تمام 12 تربيع 144 لما اضرب دول يديني 360 زائد 15 يديني 225، على اعتبار ان انا بوضح خطوات الايه، خطوات الحل، واجيب الناتج بالاله الحاسبه. عايز تتاكد نفذ دي مره واحده بالحاسبه هيطلع معاك الناتج 729. طب تعالوا مع بعض نشوف السؤال السابع، تمارين 8 و 28 و 30 صفحه 114 115. تعالوا نشوف السؤال او نفس الشيء، كيف يمكنك استعمال متطابقات كثيرات الحدود؟ نفس الكلام، ده مربع مجموع حدين، يبقى ايه قاعدته؟ مربع الاول زائد 2 الاول في الثاني زائد مربع الثاني، مربع الاول اهو مجموع مربع مجموع حدين اهو، يبقى مربع الاول يعني اكس تربيع اهو زائد، نخلص على طول بقى 2 الاول في الثاني يعني 2 في 3 ب 6 اكس واي تكعيب، صح كده؟ زائد مربع الثاني لما تربع الثلاثه تصير 9، ولما ربع واي اس 3 كان واي اس 3 ذا باور 2 هتلاقي اسين فوق بعض اضرام في بعض يديني واي اس 6، خلاص حفظنا بقى، ولذلك هنا انا جبت لك الناتج مباشره. ده كان تمرين 8. تعالوا نشوف مع بعض التمرين ده برضه نفس الشيء، انا حبيت اجيب ده الاول يا شباب علشان شبيه جدا بده، برضه نفس الشيء، مربع مجموع حدين، لا مش مربع مجموع حدين، مربع فرق بين حدين، يبقى انت بس هتغير الايه الاشاره، ايه ناقص ب تربيع، هتبقى دي بس يا شباب ناقص، وابدا اشتغل، يبقى مربع الاول ناقص شوف ناقص 2 الاول في الثاني، يبقى انت هتستخدم مربع الاول لما ربع 3 اكس اديني 3 اكس تربيع، ناقص حطيت ناقص ليه؟ لان الاشاره هنا سالب، 2 الاول في الثاني 2 في 7 ب 14 في 3 ب 42 اكس زائد دايما الاخير زائد مربع السبعه يديني كام؟ 49، يبقى فعلا ده مربع ها فرق بين حدين، بدل الاشاره دي موجبه هتصير هنا ايه؟ هتبقى هنا ناقص يا شباب، وهنا برضو بالايه؟ بالناقص، اما الاشاره الاخير دايما موجبه. طب تعالوا مع بعض نشوف التمرين رقم 28، ايه رايكم في ده يا شباب؟ فعلا يا استاذ خلاص حفظت معاك بقى، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن قوسين شبه بعض تماما، واحد بالزائد واحد بالناقص، اكس وهنا اكس، 9 وهنا 9، كانه كان اصله فرق بين مربعين، صح ولا لا؟ يبقى ده فعلا فرق بين مربعين، يبقى هرجعه لاصله بقى، كانه مربع الاول ناقص مربع الثاني، يبقى بحط ناقص مربع الاول يبقى اكس تربيع ناقص مربع التسعه، مربع التسعه اللي هي كام؟ 81. ده كده يا شباب كان موضوع درسنا اليوم، وإلى هنا وإلى أن نلقاكم في درس جديد ولقاء جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.